طبعا كلنا حاسين بدرجة الحرارة غير المنطقية، خليني أقول، وبتزيد يوم عن يوم. خلاص في مدارس كتيرة، ناس كتيرة امتحنت وخلصت، بتهيألي الإعدادية خلاص بتخلص، هيبقى فاضل لنا بقى إيه؟ بتوع الثانوية العامة بس، ودول ربنا معاهم بقى لغاية يوليو بقى، على يعني ربنا يساعدهم. طيب بقت ناس بقى اللي ولادها بقى خلصوا ابتدائية وخلصوا بيخلصوا إعدادية مع الجو الحر ده، يقول لك طب نعمل إيه؟ نروح فين؟ الأمهات كلها والأهالي أعصابهم زي زفت من الامتحان ومن الجو. طب أنا عايزة أهدي أعصابي، عايزة أستمتع بجو حلو، بس في نفس الوقت يعني مش عايزة أخلص كل فلوسي في خروجة واحدة ولا سفرية واحدة، ولسه الصيف بيبدأ. يعني تلاقي الفلوس كلها راحت كده مرة واحدة، صح؟ مش عارفة، وأول ما الجو بيحرر وإحنا داخلين على شهر 6 كده بنبقى اللي هو إيه، عايزين نسافر أي مكان نروح فيه في الحر ده، بحر، سما، عايزين نشوف الطريق بس، وعايزين نغير جو ونفصل شوية، واللي ولاده زهقانين من الامتحانات، واللي طالعين من المعركة بتاعت الثانوية العامة، والكابل اللي لسه متجوزين وعايزين هاني مون، او عايز اخد صاحبتي واسافر حته بره مصر كام يوم بس ما اصرفش برضو كتير. فده اللي هيساعدنا فيه بقى دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، اللي منورنا النهارده في صباح البلد. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. صباح النور، شرفت بحضراتكم بالبرنامج. وحضرتك منورنا والله. الله يخليك. طب نعمل ايه؟ يعني نروح فين؟ انا حرانه. انا بتكلم مش انا شخصيا يعني، انا طبعا حرانه يعني، بس انا بتكلم علي، احنا حرانين وعايزين نتفسح ومش عايزه اخلص فلوسي. طيب معادله صعبه. ها، هي معادله صعبه بس مش مستحيل. مش مستحيل. ايوه ساعدنا بقى. نعمل ايه؟ اولا على حسب قدره كل شخص ممكن يسافر. في الفنادق هتبقى 5 ستارز، 4 ستارز، 3 ستارز، 2 ستارز، 1 ستار، وفي شقق فندقية أو شقق عادية. فللعائلات يفضل لو هو البادجت اللي عايز يعملها يسافر أماكن وياخد شقق لو مش فنادق. لو فنادق طبعا وهو في مقدرته إن هو يسافر، طبعا العربية أسهل وسيلة أو أرخص وسيلة وأوفر دلوقتي. وأوفر طبعاً. بعديها بيجي الانتقال بالأوتوبيسات السياحية. بعديها طبعا بيجي الطيران، كل واحد ومقدرته. الأماكن البعيدة يعني كل ما نبعد عن المحافظة، يعني احنا طبعا الأولى ان احنا نروح مثلا اسكندرية، في دلوقتي في جمصة، في بعد كده هنوصل بقى ايه لدهب وطابة ونويبع، لو عايزين بقى أرخص من القرب من شرم الشيخ هتبقى. هي الفكره بقى في دهب وسينا وكده، على قد حر بقى يعني، احنا مش دلوقتي اللي مسافه كمان، الطريق طويل مش قصير. ما هو بس هتبقى. طب خلاص نطلع الناحيه الثانيه بقى على مرسى علم والغردقه وسومبي وسفاجه والحتت دي برضو. مرسى علم فعلا من الاماكن الجميله جدا، ده في رجل اعمال كبير لسه مفتتح فندقين وفيها مطار جميل جدا. ده فين ده؟ مرسى علم. في لسه فندقين. ما هو كان في مطار قبل كده. ما هو موجود. بس في الانتقالات بالمواصلات بس سعرها مش غالي يا دكتور. ولا فيها حاجات معقوله؟ في حاجات معقوله، في حاجات معقوله وكويسه. اسعار الفنادق في متناول يعني في الجروبات السياحيه حتى للمصريين، لو هي تبع شركات او بنوك او شركات بترول او اي شركات، بتبقى اسعارها حلوه قوي ومناسبه للجميع، وبيطلعوا عائلات كتير جدا. لو هيطلع اندفيدوال بقى في الشاليهات بقى، الشاليهات مثلا المنطقه بتاعت سوما بي وسهل حشيش ومرسى علم مشهوره اكتر بالفنادق، ولا في شقق هناك؟ لا اكتر بالفنادق. اكتر طبعاً. بالفنادق. لا ما فيش شقق. انا بتكلم مثلا لو حد عايز يطلع الجونه مثلا، الجونه فيها شاليهات وفيها جزء. وفيها شقق. الساحل اسعارها مكادي بي مثلا، بس اسعارها لا بس اسعارها اخف من الفنادق. بس في فنادق، ما هو على حسب بقى يعني. ما هي دي النقطه اللي عايزه اقف معاك فيها دكتور حسام، انه المشكله في الاماكن دي، لو احنا بنتكلم على سوما بي، مرسى علم، كل الاماكن دي، انا ما بلاقيش فنادق مثلا 3 ستارز. كلها 5. كله 5 ستارز، كلها لوكسجريس جدا. في ناس 7 ستارز. حضرتك اكيد عارف دي لوكس يعني 5 ستارز. ما بقاش عندي المكان اللي انا مثلا البادجت بتاعتي انا ممكن يعني، ودي كانت ميزه اسكندريه، انا ممكن الاقي بانسيون، ممكن الاقي اوتيل 3 ستارز. ميزه الجونه مثلا،
في 3 ستارز، في 4 ستارز، في ده، في شقق، في شاليهات، في فيلل، في كل. لو طلعنا على الحته دي اللي حضرتك بتقول عليها لغايه بقى سفاجه ومشينا كل ده ما بلاقيش. بس الاسعار بتبقى اقل، يعني في سفاجه مثلا الاسعار اقل من الغردقه وهكذا، كل ما بتبعدي بتبقى اقل. مرسى علم اقل ولا اكتر من الغردقه؟ مرسى علم اقل برضو، بس فيها حاجات 5 ستارز دي لوكس طبعا بتبقى قويه. اصل عشان المنطقه دي بتارجت الهاني مونرز مثلا، على حسب التشين. لو انت بتتكلمي على تشين من غير ذكر اسماء مثلا انترناشونال نيمز او كده، بتبقى طبعا السعر والبرايس عالي. هو بيستقبل الافواج بتاعته من بره طبعا. هو عشان كده بس اللي رشا بتقوله ان حته زي دي جوها وبحرها احنا من حقنا برضو نستمتع بيه. موجود في، ما انا بقول لحضرتك في شاليهات، بس في يعني مثلا ايه، انت ممكن تطلعي راس صدر. راس صدر اسعارها مثلا اقل، وفيها بنجلوز، فيها فنادق صغيره. وفنادق صغيره والستارز مختلفه، وفي نفس الوقت برضو الشاليهات موجوده. وراس صدر مش بعيده قوي. راس صدر انت يا دوبك بتعدي النفق وكده، بتعدي النفق واسعارها حلوه ومناسبه في متناول الناس كتير. هو يمكن مش معمول تسويق لراس صدر بشكل كبير تحديدا يعني.